هي نشوة الانتصار إذن بسيطرة قوات الوفاق على عدد من المباني التي كان يتمركز بها مسلحو حفتر المدعومين بالمرتزقة بمحور الرملة. بعد هجوم كاسح شنته على تمركزاتهم، تمكنت خلاله من تدمير دبابتين وآلية مسلحة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. وبهذا أصبحت قوات الوفاق الآن على مشارف مطار طرابلس العالمي. بالنسبة للعدو اليوم دمرنا له آليات، دمرنا له 23 ودمرنا له دبابة. بإذن الله بإذن الله الهاون زي ما قلت لك الهاون خديناه باليد، خديناه هو صاحبه باليد ولله الحمد. وبالحديث عن بعض محاور القتال الأخرى، يشهد محور القوعة هدوءا نسبيا الأحد مع وجود رماية متقطعة بين الحين والآخر بحسب آمر المحور محمد العايب، في الوقت الذي يشهد فيه محور الزطارنة هدوءا حذرا دون وجود أي تحركات تذكر لمسلحي حفتر بريا وجويا، مع محافظة قوات الوفاق على جميع مواقعها وجاهزيتها لصد أي هجوم بحسب أحد قادة المحور. محور عين زارة هو الآخر، شهد السبت اشتباكات خفيفة مع مسلحي حفتر وجرى التعامل معهم بالمدفعية وقذائف الهاون، كما تمكنت قوات الوفاق من إجبار مسلحي حفتر في منطقة الرعيدية على الانسحاب وترك تمركزاتهم إلى جانب تدمير دبابة لهم. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكتيبة 166 خالد بوجازية استهداف قوات الوفاق لتمركزات تابعة لقوات حفتر في عدة محاور، إضافة إلى تدمير مدرعة إماراتية وآلية مسلحة في محيط معسكر حمزة. وكانت قوات الوفاق قد تمكنت من تدمير 8 آليات عسكرية بينها مدرعتا تايجر إماراتيتان ودبابة بمحوري المطار والخلاطات من قبل قوات الوفاق. هذا ما أكده الناطق باسم الجيش الليبي محمد جنونو في إيجاز صحفي الجمعة. جنون أضاف أن قوات الوفاق قبضت على 6 عناصر تابعين لحفتر، مشيرا إلى أن قواتهم طاردت فلول حفتر التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية لمدينة الزاوية، في وقت أكد فيه مصدر عسكري مسؤول للأحرار أن قوات الوفاق سيطرت على طريق المطار بالكامل بعد أن أحبطت محاولة تسلل لمسلحي حفتر الجمعة. ورغم كل الدعم الذي يتلقاه مسلحو حفتر عسكريا وماديا من دول عدة وجلب المزيد من المقاتلين المرتزقة من كل حدب وصوب ليكونوا وقودا لهذه الحرب، إلا أنهم عجزوا عن تحقيق أي نصر يذكر لصالحهم منذ طردهم من غريان في نهاية يوليو الماضي، فتعددت ساعات الصفر لكن الفشل واحد وهو حليفهم.